من أكثر المشاكل التي تواجه النساء في سن متقدم هو ضعف التبويض، خاصة إذا كانت المرأة في هذا السن ترغب بالإنجاب. هنالك أيضاً الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ضعف التبويض. هل من تقنيات حديثة يمكن من خلالها التغلب على هذه المشكلة؟ كيف يكون دور الحقن المجهري في تنشيط البويضات؟ كل هذا وأكثر مشاهدينا سنتحدث عنه اليوم، وسيجيبنا على هذه الأسئلة ضيفي الكريم اليوم في الاستشارة الطبية الدكتور سامر ياغي، استشاري جراحة النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب والمساعدة على الإنجاب. مرحبا دكتور سامر. أهلاً آيات، عدنا والعود أحمد وفي ذات الموقع وذات المكان. نعم صحيح دكتوري العزيز، مواضيعنا عادة تدور في فلك أطفال الأنابيب والحقن المجهري، اليوم سنتجه إلى ضعف التبويض. بالتأكيد هو من أكثر وأقوى الأسباب التي تلجأ فيها المرأة إليكم رغبة في الإنجاب. نعم صحيح. عادة دكتور، ضعف التبويض هل فقط يرتبط بتأخر السن أم هنالك عوامل أخرى تؤدي إلى ضعف التبويض؟ نعم صحيح. آيات، يعني أنت عم بتثيري موضوع كتير بصراحة أحدث إشكالية بالوقت الحالي، وهذا عم نشاهده إحنا في عياداتنا، بحيث أنه كتير بعض من المريضات عم يجونا على العيادات بيشكوا من قضية ضعف التبويض ونقص مخزون المبيض تحديداً. نعم. وأصبح نقص مخزون المبيض هو من أهم العوامل الرئيسية اللي بحاجة إلى رعاية طبية وإننا ننتبه إلها في متابعتنا عند الدكتور. نعم. أحد شقي السؤال كان إنه هل ضعف التبويض مرتبط بالسن؟ هلأ زي ما تفضلتي قبل شوي أثناء المقدمة إنه العمر من أهم الأسباب الرئيسية في ضعف التبويض، كذلك إلى جودة البويضات، والأساس أنه بعد عمر 40 سنة بيحدث نقص حاد في مخزون المبيض عند كافة السيدات. نعم. فلهذا إحنا بنحكي أنه السيدات اللي بتزوجوا في عمر متأخر إحنا بنفضل أنه المتابعة تكون بشكل مباشر وما نستنى على حالنا أكثر. تضاء الفرص الإنجاب لديهم 100%. هذا عامل من العوامل هو السن. نعم عامل العمر 100%، لأنه الكثير منهم بروح للجامعة بروح للوظيفة فبالتالي بيتأخر. قد يكون في موضوع ثاني ممكن بعدين نتحدث عنه اللي هو تجميد البويضات عند السيدات الغير متزوجات. نعم. لكن اليوم رح نحكي بشكل مفصل أكثر بالنسبة لموضوع ضعف التبويض. إذا بدنا نحكي على ضعف التبويض كعدم استجابة المبيض، اسمح لي دكتور قبل أن نتحدث. نعم. عن عدم استجابة المبيض تحديدا للتنشيط، أسألك عن عوامل أخرى فيما يتعلق بالعوامل الحياتية كالضغوط النفسية، كالرياضات الشديدة، كقلة النوم. نعم. كالتعرض أيضا للعلاج الكيميائي والإشعاعي. نعم. هل هذه العوامل حتى النظام الغذائي الغير جيد صحيح تلعب دور في ضعف التبويض؟ يعني ممكن تأتيكم فتاة، مقبول أنك تشوف سيدة تبلغ من العمر 45 سنة عندها مشكلة في التبويض، لكن من غير المقبول أنه تأتيكم فتاة عمرها 25 سنة ومبيضها كمبيض سيدة مسنة. صحيح 100%، لأنه في كثير من العوامل بتلعب دور في هذا الموضوع. إحنا اللايف ستايل هو الأكل الغير سليم، قلة ممارسة الرياضة، احيانا نقص الفيتامينات، احيانا الرياضه الشديده دكتور مثل العداءات 100%، لانه هاي نقطه اخرى انه الرياضه الشديده جدا بحيث انه بيكون الجسم نحيل وكتله الجسم الجسديه اقل من 17، فبالتالي هدول اصلا ما بتجيهم دوره. نعم. وعلاجهم الوحيد احنا بنحكي لهم كلوا واشربوا وارجعوا للوضع الطبيعي، فالجسم ببلش يشتغل، لانه هي معادله او اوركسترا عم تشتغل ما بين الغده النخاميه والمبيض والرحم، فهذا كله لازم يشتغل كله مع بعض حتى يعمل إعادة بناء للجسم. موضوعنا الأساسي هو إحنا بنحكي عن نقص مخزون المبيض. نعم. في حال تعرضت السيدة لموضوع مثل التعرض للإشعاعات أو للكيماويات، هذا من أهم الأسباب الرئيسية اللي يعمل نقص حاد في مخزون المبيض. وهنا برضو منحيط بالسيدات المتزوجات لتجميد البويضات أو تجميد الإجنة ما قبل الذهاب إلى العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. هاي المعلومة تحديداً دكتور سمعت في أحد المؤتمرات الطبية من أحد المشاركين، قال جريمة لا تغتفر بحق مهنة الطب أن تتعرض المرأة أو تتعرض الفتاة إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي ولا يتم أخذ مثلاً نسيج، جزء من نسيج المبيض أو تجميد البويضات، لأنه فعلياً في مشاكل. فأنت نوهت لشيء مهم أنه لازم نجمد بويضات إذا كان في احتمالية للتعرض أو مثلاً صار في إصابة بالسرطان. نعم.
أنا أثني على كلامك 100%. بنفس الوقت من 2005 تقريبا، يمكن ب 2004 شهدت العالم ولادة أول طفل من نسيج مبيضي مزروع. نعم. وكان السبب هو التعرض إلى المواد الكيماوية والإشعاعية، وحدثت في بلجيكا تحديدا. بصراحة هذا الموضوع جدا مهم، أنه لابد التنويه لكافة المرضى سواء الذكور أو الإناث، لأن الذكور بإمكانه تجميد عينات السائل المنوي قبل الذهاب إلى العلاج الكيميائي أو العلاج السرطاني. ممكن دكتور قبل سن البلوغ نأخذ من نسيج الخصية؟ نعم. بيقوم أخصائي المسالك البولية بأخذ من نسيج من الخصية وتجميده. نعم. تقنية تجميد نسيج المبيض إلى الآن غير قائمة بشكل مفعل بالأردن لنقص بعض الموارد، اللي هي المواد الخاصة اللي لازم تكون موجودة في المختبر، فهذا أحد أسباب. لكن هاي من التقنيات اللي كثير موجودة في العالم ومر على وجودها أكثر من 15 سنة، فهذا من الشغلات اللي إحنا ضروري جداً ننتبه إلها في المستقبل. فأنا أثني على كلامك 100% بأنه هاي فعلاً جريمة. هي نعم جريمة، لأنه التقنيات متاحة، إحنا بإمكاننا نحافظ على الخصوبة عند الذكور أو الإناث عن طريق تجميد سواء كانت أنسجة المبيض أو البويضات أو الأجنة حسب وضع المريضة. وكذلك بالنسبة للذكور دائماً أقدر نحكي لهم جمدوا العينات قبل ذهابكم إلى العلاج الكيميائي. تجميد البويضات دكتور يهدد بنقصان عدد البويضات داخل المبيض، ولا ما في علاقة وثيقة يعني أو علاقة مخيفة؟ هو ما يحدث أنه بعد التعرض للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي السيدة المبيض بيرجع إلى ما قبل عهده أو ما في أي نشاط، فبالتالي انقطاع تام في الدورة الشهرية. هذا الحكي بيعتمد على مدة العلاج، على نوعية العلاج والمواد المستخدمة. نعم. ممكن الموضوع يمتد من سنتين إلى 5 سنوات إلى آخره حسب العلاج والحالة المرضية. بعد إيقاف العلاج بسنتين أو 3 المبيض برد يتعافى ويبلش تدريجيا يعود إلى سابق نشاطه. لكن لما يعود المبيض إلى نشاطه السابق كم كان عمر السيدة؟ فلهذا السبب إحنا مننوه. 2، جودة البويضات اللي منقوم إحنا بتجميدها ما قبل عملية الإشعاع والكيماوي راح تكون أحسن من جودة البويضات ما بعد التعرض للكيماويات والإشعاع. دكتور بالعودة إلى ضعف التبويض، تحدثنا عن العوامل التي تقف وراءه، ولكن ما هو ضعف التبويض؟ كيف يتم قياسه وتشخيصه عند المرأة؟ إذا ما تحدثنا على نقص مخزون المبيض، نقص مخزون المبيض هنا قد نختلف في التعبير عن ضعف التبويض. ضعف التبويض هو وجود عدد من البويضات داخل المبيض لكن لا يوجد استجابة من الجسم. نعم. هلأ ما في استجابة من الجسم، إحنا هنا نتحدث عن موضوع مختلف تماماً. البويضات موجودة، مخزون المبيض موجود، لكن لا يوجد استجابة على الأدوية سواء كان عن طريق الحبوب أو بعض الإبر. وهنا إحنا نحكي عن حالة طبية، المستقبلات التي تكون موجودة على المبيض والتي تؤثر بحيث عن طريق إعطاء الأدوية والعلاجات للمبيض من أجل تنشيطه ولا تستجيب، إذا نحكي عن ضعف مخزون المبيض. وهي الحالة إحنا بنشاهدها في بعض حالات متلازمة تكيس المبيضي. نعم. تكيس المبيضي الشديد في عند بعض البنات والسيدات، ممكن أنك تعطي علاجات وترفع مستوى العلاجات وترفع الجرعة لكن لا يوجد استجابة للمبيض، وهنا نلجأ إلى عملية التخصيب خارج الجسم أو أطفال الأنابيب. دكتور بس اسمح لي، الآن لما يكون ما في استجابة، في بويضات بس ما في استجابة، ممكن تكون أسباب مناعية أو أسباب جينية؟ صحيح 100%. غير تكيس المبيض؟ صحيح 100%، لأنه في كثير من الأسباب اللي إلها علاقة بالعامل الجيني، وحالياً عم بتبين مرة على مرة وعم بكتشف العلم كثير شغلات. بظهر عندكم أكثر دكتور أثناء الحقن المشهري، يعني بتحقنوا للمرأة وبيتم الإرجاع والأمور تمام وأخذتوا البويضات، لكن فجأة ما بتنقسم، أو مثلاً فجأة بتلاقوا الجيب فارغ أو بتلاقوا في مشاكل ثانية، بتعيدوها لأسباب جينية دكتور؟ في بعض الحالات أنت بحاجة إلى تشخيص المريضة، لكن ممكن أنت ما تعرف التشخيص مباشرة إلا لما تخوض التجربة. فعشان هيك هي محاولة أطفال الأنابيب، فبالتالي أنت في المحاولة هاي اللي أنت تفضلت فيها، فيما لو كانت البويضات فارغة أو ما حدثت الانقسامات أو ما صار التخصيب، إحنا هنا نلجأ فعلا إلى الفحوصات حتى نعرف وين يقع السبب، سواء المشكلة كانت معك أو مع طبيب سابق قبلك. عن طريق أخذ السيرة المرضية من المريض بإمكانك تحديد وين المشكلة، وهنا نلجأ لعمل الفحوصات سواء الجينية أو المناعية، لأنه هاي أكيد من الأسباب المباشرة في ضعف التبويض. أتتكم المرأة
تشكو حالتها تقول إنه أنا أشكو من تأخر الإنجاب، وجدت إنه لابد من إجراء حق مجهري. نعم. هل تلجؤون دائماً إلى إعطائها إبر تفجير أو تنشيط للبويضات؟ تختلف من حالة إلى أخرى، وكل بروتوكول طبي يختلف عن الآخر. صح. بحسب المريضة وحسب مخزون المبيض. هل في داعي إني أنا أعطيها أبر ولا في داعي إني أعطيها حبوب؟ أنا في بعض الحالات بستخدم لهم الحبوب، لأنه عفواً مخزون المبيض قليل، يعني بما أنه الست هاي مخزون المبيض عندها ضعيف، بويضة أو بويضتين، إذا أجريت أنا التحفيز على عدد من الإبر، مثلاً 3 إبر أو 4 إبر، المبيض رح يطلع بويضتين. ما في داعي أعطيها جرعة عالية، ليش أعرض جسمها لأدوية هرمونية؟ فبالتالي أنا ممكن ألجأ لهذا العدد من البويضات عن طريق إعطاء الحبوب وأرفع الجرعة، بدل ما أعطي أنا حبتين في اليوم أنا بعطي 3 حبات في اليوم، ورح أحصل بالنهاية نفس النتيجة. لكن إثقال كاهل المريضة سواء العبء المادي أو العبء الهرموني وأعطيها 4 أبر أو 5 أبر أو 6 أبر مثل ما ولكن نسمع، ولكن تجرى دكتور، نسمع تجرى بها. نعم للأسف وتعاني المريضة من مشاكل لا حل لها مستقبلا وآلام أيضا 100%. فإحنا دائما بنحكي أنه في جرعة محددة أنت ممكن تعطيها للمبيض، لو تضلك تعطيها عدد هائل ما رح يطلع غير اللي موجود، لأنه هذا اللي موجود هو الأساس وهذا المخزون وهذا اللي اشتغل فيه المبيض. للأسف هو عبارة عن مستودع المبيض، فبيطلع كل شهر المبيض عدد محدد من البويضات أثناء الدورة الشهرية. أعطينا أو ما أعطينا، اللي موجود راح يظل موجود، لأنه مش المصنع هو المستودع، والمستودع عبارة عن أخذ عدد معين حتى يكفي الست لحد عمر معين. إذا كانت هذه المرأة تعاني من تكيس المبايض، يقال بأنه تكيس المبايض أكثر استجابة لإبر التنشيط وقد يؤدي إلى فرط تنشيط أو نشاط المبيض. نعم. تلجؤون دكتور إلى إزالة هذه الأكياس أم تلجؤون إلى التعامل معها علاجياً أم تباشرون بإعطاء المرأة حبوب تنشيط وليس إبر؟ كيف هي السياسة المتبعة دكتور للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ التكيس المبيضي سبق وتحدثنا فيه، المتلازمة هي يجب وجود بعض الأعراض المعينة مثل عدم انتظام في الدورة الشهرية أو انقطاعها، واللي هم نحكي عنه اضطراب وخربطة فيها. الشيء الثاني زيادة في عدد الهرمونات الذكرية الموجودة سواء داخل الجسم أو الخارجي مثل نمو الشعر الزائد. وثالثا احنا لما بنشوف على المبيض عدد من البويضات الفائض، وانت حكيتي الاكياس، وهنا النقطه اللي احنا نحكي فيها دائما للمريض، التكيس المبيضي هي عباره عن جريبات موجوده داخل المبيض وليست اكياس خارجيه. اذا بنحكي احنا على كيس عن المبيض معناته احنا بنحكي عن كيس حجمه 3 سم 4 سم 5 سم فما فوق. نعم. لكن الجريبات او البويضات الصغيره جدا الموجوده داخل المبيض هذه هي متلازمه التكيس المبيضي. نعم. في التحفيز، اذا ما اردنا إجراء عملية التحفيز للمبيض يعتمد على السيرة المرضية، يعتمد على عمر المريضة، يعتمد على فحص السائل المنوي للزوج، يعتمد على المدة في عدم الإنجاب. عظيم. إذا كانت الصبية صغيرة بالعمر ومتزوجين لهم سنة أو سنتين فلا بد إعطائهم فرصة طبيعية عن طريق المنشطات سواء الحبوب، وإذا ما زبط معنا الحبوب خلال فترة معينة ننتقل إلى الإبر قبل اللجوء إلى الحقن المجهري. ما في داعي للحقن المجهري لعند واحدة سيدة عمرها صغير، فترة الزواج 2 سنين، ما بدي أحكي 10 سنوات لأنه الفترة هي بتلعب دور بصراحة. والشغلة الثانية إذا فحص السائل المنوي كان كويس وكل المقومات وكل العوامل الطبيعية مثل نفاذية قناة فالوب موجودة، ليش ما نحاول طبيعي؟ فبإمكاننا نحاول طبيعي. تكرار إعطاء إبر تفجير وتنشيط البويضات، ما هي الأخطار المتوقعة أم تفضلونها أنتم كأطباء للحصول على نتيجة أسرع؟ دائما في كل مريضة أنت لازم تأخذها كطبيب معالج على حدة، وهي تختلف من مريضة إلى أخرى، فأنت بتعرف متى استجابتها. وإحنا هنا النقطة اللي أنت نوحتي إلها هاي نقطة جدا مهمة، فرط استجابة المبيض. وقد يحدث فرط استجابة المبيض على الحبوب، وشاهدنا مريضات عم بيأخذوا سواء حبوب أو أعشاب، وأنا دائما بحكي لهم بالعيادة برداقوش وكف مريم. صحيح. والقص الهندي. صحيح. صحيح. أنا عم بسمعهم، تجيني المريضة على العيادة أول ما بشوفها على جهاز السونار بميز إنها ماخدة أعشاب، لأنه المبيض بيكون متهيج. نعم. بدل ما يطلع المبيض الوضع الطبيعي عند أي أنثى إنه يطلع بويضة واحدة بالشهر الواحد، عم بشوف أنا 3-4 بويضات على الجهتين. تمام. بس في بعض السيدات رح تحكي
هاي النتيجة المطلوبة، هذا اللي بدنا إياه. صحيح. بدل ما نلجأ لإبر تنشيط البويضات، أنا فعلياً لجأت لأعشاب طبيعية أعطتني نفس المفعول. لكن ما هو جودة البويضات قد تكون غير سليمة. يا سلام عليك دكتور. وممكن تكون فاضية. نعم. وممكن. يعني ال 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 الميزة مو بالعدد. 100%. مو بالكم. دائماً وأبداً الكواليتي. نعم. دائماً الكواليتي، وإحنا بنحكي جودة البويضات لأنه إحنا لما بدنا ندور على الحمل الطبيعي إحنا بحاجة إلى بويضة واحدة سليمة. واحدة سليمة لأنه إحنا بدنا بيبي واحد. يعني بويضة واحدة كافية دكتور إذا كانت سليمة 100%. واللي بتنشأ عن إبر تنشيط البويضات كم بالعادة بويضة؟ ممكن يطلع أكثر من بويضة حسب الجرعة العلاج. ممكن توصل لعشرة دكتور. ممكن طبعاً، إحنا شفنا حالات على تحفيز إبرتين في اليوم لأنها ما عم تستجيب. هي مشكلة التكيس المبيضي في البداية المبيض كسول وعنيد فما بيجاوب. نعم. لكن بعد 10 أيام من التحفيز وعدد من الإبر بيجاوب مرة واحدة، ولما بيجاوب مرة واحدة بتطلع كل البويضات مرة واحدة، فمنشوف على السونار 4-5-6 بويضات أو أكثر، وهدول حلهم إذا صارت علاقة زوجية. للأمانة غالباً إذا حملت رح تحمل بالتوائم المتعددة، وتوائم هذا متعددة هذا الشيء أنتم ما بتفضلوا لما يكونوا 3 و4 100% أكيد هذا خطأ طبي، وهي مضاعفات وليس إنجاز طبية كما يعتقد الآخرون أنه إنجاز طبي. ويسجل ويسجل هو ليس إنجاز طبي، هي عبارة عن مضاعفات ويعاقب عليها القانون. تحمل بأربع توائم فأصبحت وكأنها معجزة خارقة للطبيعة. هي مضاعفات طبية لأنه القانون يمنع، لكن مش بالأردن. وأنتم كأطباء أصبحتم تتجهون فعلياً إلى عدم تشجيع المرأة والرجل على إنجاب توائم لما يلجأوا لكم أثناء الحقن المشترك. التوائم المتعددة إحنا بنحكي التوائم لما يكونوا 2 أخف عبء على الأهل من إنه يكونوا 3 أو 4. صحيح. لكن 3 و4 المخاطر عديدة، مخاطر الولادة المبكرة ودخول الخداج ومخاطر تسمم الحمل، وبالتالي نقص الدم وحدوث الأنيميا عند السيدة، ارتفاع ضغط الدم، كذلك السكري، المخاطر عديدة. وبالتالي احنا لا ننصح حتى وإن كانت فترة عدم الإنجاب طويلة جدا، والحمد لله انه ربنا عوضنا خير، لكن سلامة الأم وسلامة أبنائها هاي من أهم أولوياتنا. إذا لجأت المرأة دكتور أكثر من مرة للطبيب وأخذت إبر تفجير أو إبر تنشيط البويضات لم تحصل أي نتيجة لديها، لم يحصل حمل، هل هذا يهددها مستقبلاً بأنه أصبح مخزون المبيض عندها مهدد نتيجة لهذه الإبر؟ قد يؤدي إلى مثلاً انفجار المبيض، قد يؤدي إلى مشاكل وآلام ترافقها، مشاكل في انتظام الدورة الشهرية. دعنا نعرج على هذه المشاكل والمضاعفات الناتجة عن إبر تنشيط البويضات. آيات أنا بشكرك لطرحك لهذا الموضوع لأنه هاي من الأسئلة العامة اللي دائما موجودة عند مريضاتنا، ومنحب نحكي أنه إبرة التفجير هي تم تسميتها وذلك بسبب خروج البويضة من الجريب، فهي روح بالها لتفجير المبيض، روح بالها لتفجير المبيض، وبالتالي هي إبرة تكميلية لأنه هاي بتعمل اكتمال كامل في البويضة بحيث أنها تصبح مكتملة، وفعليا اسمها الإبرة التكميلية، مش موجودة غير بس عندنا إحنا بالشرق الأوسط، هي الإبرة التفجيرية. نعم. فهو لا يحدث أي تفجير للمبيض. أما فيما يتعلق إعطاء الإبر التحفيزية بشكل مستمر وقد يؤثر على مخزون المبيض، طبعا لا، لأنه مخزون المبيض عند كافة السيدات محدد. بما أنه الدورة الشهرية أجت معناته في عدد معدد من البويضات موجودة داخل المبيض، وعندما نقوم بالتحفيز عن طريق إعطاء الإبر إحنا نقوم بتكبير البويضات الموجودة داخل المبيض. نعم. إحنا ما أخذنا من مخزون من مكان آخر. عظيم. لأنه بعد ما تطلع البويضة الوحيدة بدون إبر التحفيز بقية البويضات الموجودة بجانبها هدول بروحوا للأسف مع الدورة. نعم. أو بنته، فبالتالي إحنا إما بنستفيد منهم أو هم بيروحوا. ففكرة أو معلومة أنه قد نؤثر على مخزون المبيض عن طريق إعطاء إبر التفجير والإبر التحفيزية، لا، أنا أحكي أنه هاي معلومة خاطئة، بنحب نصححها ونفهم مرضانا الأعزاء أنه مخزون المبيض هو موجود، وكل شهر المبيض مبرمج حاله يطلع عدد معين من البويضات. في بالي دكتور الكثير والكثير من الأسئلة، لكن المشكلة دهمنا الوقت. رح أختم حديثي معك بسؤال، نعود إلى البداية، بداية الحديث عندما تحدثنا عن ضعف التبويض وعلاقته بتقدم السن. الآن لو تحدثنا عن ضعف التبويض أو إعادة تجديد البويضات وإعادة تنشئة البويضات بدون اللجوء إلى الأساليب المخبرية بأساليب طبيعية، قد يكون من الخيال العلمي.
لكن مستقبلا هل من تقنيات، هل من أوراق بحثية، هل من دراسات تجرى حاليا قد تبشر بحل مشكلة ضعف التبويض عند المرأة عند تقدمها في السن؟ يوجد العديد من الدراسات التي تجرى في العالم في تحفيز لأنسجة المبيض، أنه قد يستفيد منها بعض الحالات، لأنه اللي يروح دكتور ما يرجع من البويضات 100%. لكن في بعض التقنيات اللي تحدث حاليا، لكن إحنا بحاجة إلى إثبات صحتها. موضوع جدا حساس أنت طرقتي إليه آيات، إحنا بعيدين عنه وداهمنا الوقت، لكن لم تثبت إلى الآن البلازما أو الخلايا الجذعية أي نجاح في السيدات اللي عندهم فشل كامل في إنتاجية المبيض. لكن في نقص مخزون المبيض، في كثير من الدراسات عم بياخذوا أنسجة من نفس المبيض يتم إعادة تحفيزها وإعادة زراعتها في المبيض وقد ينتج بويضات. هذه الدراسات بلشت تقريبا من 10 سنوات في اليابان ولا زالت قائمة للآن، لكن بانتظار النتائج حتى أنه تنتشر وتوصل لكل البلاد. إحنا متابعينها وإن شاء الله نقدر نخدم مرضانا. كما ذكر دكتور، الخلايا الجذعية والبلازما قد تكون ثورة طبية تبشر بعلاج الكثير من الأمراض حتى السرطان، لكن النتائج إلى الآن طفيفة، لا يوجد تجارب سريرية تبشر بخير ولكنها لا تنذر بشر في ذات الوقت. كل شكر لك دكتور سامر ياغي، استشاري أمراض وجراحة نسائية والتوليد وأطفال الأنابيب والمساعدة على الإنجاب. شكرا على المعلومات الرائعة اللي قدمتها اليوم في حديثنا. الله يسعدك آيات، وأشكرك على الحديث الشيق.